السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحضر معكم نودلز بالخضار والروبيان. عندنا هنايا الروبيان كريفيت، كنخلي وحده هنايا للتزيين. عندنا هنايا جزر، مشروم، شامبينيون، نصف طماطم مطيشة، ثوم مفروم، بروكلي، بصل، فلفل اصفر، فلفل اخضر، ممكن ديروا الوان. عندنا هنا كوسة كورجيت او قرع اخضر. عندنا القليل من الملح، قليل من فلفل اسود. عندنا هنا صويا صوص اويستر صوص. بالنسبه لي ما عارفش الاويستر صوص هي هذه، اويستر صوص كتكون من عصير المحار. هي النودلز، انا خديت هذه ديال البيض. بقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. عندنا هنايا البصل، ثوم، صويا، عندنا القليل من العسل، نسيت ما قلتهاش لكم باش نكرملزو هاد الملعقة. نتركها تتحمص، نضيف المشروم، نضيف الجزر، نضيف البروكلي، نضيف الفلفل، من بعد ما كيطيبوا
الزبده المقله كنديروا فيها شويه ديال 4 ديال الثومات، وكنديروا النودلز باش يطيب. قليل من الزيت، نضيفوا شويه ديال الزنجبيل، نضيف القليل من الزنجبيل، الفلفل الاسود والملح. قليل من الصويا، بعد ما تطيب كنردو من هنا. كنخليو غير هذه بوحدها للتزيين. كنضيف النودلز، كنقدموها على هذا الشكل، كنديرو هنايا قليل من البقدونس.